بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإموت معنا النهاردة من نوع month، ده طبعا exactly خاص بإدخال المنث أو الشهر. لو أنا رحت كده وعملت ريفرش ألاقي بيقول لي انتر مانث وجايب لي الخانتين، طبعا خانة بالمانث وخانة ليه السنة. ما الكلام واضح عند الناس؟ لو انا ضغطت على البتاع ديت واخترت مثلا 10 ولا اخترت اليوم، هو مش بيبص على اليوم، هو بيبص لي على المانث الشهر والسنة اللي انت فيها، ما يهموش بقى اي يوم انت اخترته يعني. تمام، ديت الجانب الخاص بانتر مانث. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.